تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه وزراء التنمية المحلية والآثار والنقل ومحافظ قنا مشروع مجمع مصانع للطاقة المتجددة المقام على مساحة 5.5 أفدنة بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفطة، والذي يعد من أكبر مصانع الشرق الأوسط لتصنيع الألواح الشمسية. واستمع رئيس الوزراء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة المصانع عن مراحل الإنتاج، وأوضح أن المشروع عبارة عن مجمع مصانع هم مصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3000 متر، مصنع لإنتاج الزجاج الشمسية على مساحة 2250 متر، مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6000 متر، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3420 متر، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمني من الصرف بتكلفة مالية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه. كما استمع مدبولي لشرح مفصل عن مشروع الصرف الصحي لمدينة قفطة، والذي تبلغ تكلفته 167 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه 15 شهرا، ويستفيد منه 120 ألف نسمة وتبلغ طاقته 15 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى. وفي سياق متصل، تفقد رئيس الوزراء محور قوس نقادة، والذي تتخطى تكلفته 1,224 مليون جنيه، ويضم المحور 14 كوبري بطول 2,200 متر و14 نفقا بطول 2,200. وتم البدء في محور النيل، وهو أكبر الأعمال الإنشائية في المشروع والمقرر الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020. رئيس الوزراء كلف كذلك وزير الري بإزالة كافة المعوقات التي تعوق تنفيذ 11 كوبري على مسار النيل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية والأخيرة في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها هو كما تابعنا في التقرير جولة مهمة لمعالي رئيس الوزراء لعدد من محافظات الصعيد وتفقد العديد من المشروعات التنموية في هذه المحافظات. حول أهمية هذه الجولة وجهود الدولة في تنمية الصعيد، هذه المنطقة المهملة على مدى عقود طويلة، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية سيادة النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. سيادة النائب، بداية، اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، هذه المنطقة المهملة منذ سنوات، يمكن حديث متكرر عن تنمية الصعيد وجولة مهمة لمعالي رئيس الوزراء لهذه المحافظات، كيف ترى؟ اولا يعني احنا زي ما حضرتك قلتي الصعيد مهمل عقود كبيره جدا، لم يتم تطوير او وجه من اوجه التنميه منذ عشرات السنين. يعني اخر حاجه كان في نجع حمادي، المجمع الصناعات في نجع حمادي، وده طبعا في ظل الظروف الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه اللي بتمر بيها المنطقه كلها. كان توجهات القياده السياسيه في مصر والحكومه هي ايجاد اليات جديده لتنميه الصعيد. نعم. طبعا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء لمحافظة السوهاج ومحافظات الصعيد، طبعا دي بداية لسلسلة من الجولات وسلسلة من الزيارات لمعظم طبعا محافظات الصعيد. طبعا بداية يمكن بدأنا، طبعا احنا بننمي بداية أي دولة في العالم هي طبعا تنمية التعليم، واحنا شفنا طبعا الدكتور مصطفى مدبولي ازاي شاف او ازاي تم انشاء طبعا جامعه سوهاج وسوهاج الجديده، وطبعا هو جاي علشان بنفسه يضع او يزيل عوائق امام تنميه الصعيد وعجله الانتاج في الصعيد. نعم. ويمكن مقابلته مع طلبه الصعيد وسماعه لكل وجهات النظر ان احنا طبعا هناك معوقات لتنميه الصعيد. يعني احنا الدوله دلوقتي مش بتنمي القاهره بس او اسكندريه بس، لا، احنا في ظل الظروف الاقتصاديه والسياسيه يتم تنميه جميع انحاء الجمهوريه بالتوازي وفي وقت واحد، وده يمكن صعب على اي دوله. نعم. مهما توصلت من مستويات اقتصاديه كبيره جدا لا يتم ابدا بالتوازي في كل هذه المشاريع. احنا عندنا 11,000 مشروع على مستوى الجمهوريه، وطبعا انا كوكيل لجنه الاسكان كنت شاهد عيان على ما يحدث في جميع محافظات مصر من
من مرسى مطروح للرويسات لجنوب سيناء لمحافظات الصعيد. يمكن الصعيد أهمل طبعا عشرات السنين، وكانت هناك استراتيجية جديدة وآليات جديدة لتنمية الصعيد. نعم. والكلام ده احنا شفناه طبعا في محافظة بني سويف ومحافظة المنيا بإنشاء مصانع ضخمة هناك، ويمكن في كل محافظة دلوقتي طبعا أمامها مدن صناعية ضخمة جدا، والقيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب طبعا وضع استراتيجية كبيرة جدا لتنمية الصعيد. احنا لازم نذكر برضو سيادة النائب ان المادة 236 من الدستور بتفرض على الدولة تنمية المناطق النائية والمناطق المحرومة، ومنها بطبيعة الحال الصعيد. الى اي مدى بيتم تنفيذ ده؟ يعني هو المطلوب ان ده يتم تنفيذه خلال 10 سنوات. الى اي مدى خطة الدولة والجهود المبذولة على ارض الواقع ستنجح في تحقيق هذا الهدف وفق ما جاء في الدستور؟ والله حضرتك هو امر واقع دلوقتي، وبالفعل في اكثر من محافظات الصعيد كلها طبعا في المدن الموازيه، يعني نعم. مدينه سوهاج الجديده، مدينه بني سويف الجديده، مدينه المنيا الجديده، مدينه اسوان الجديده، كله بالتوازي في وقت واحد. هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ما بتبخلش طبعا في انشاء هذه المدن، ويمكن هناك بعض المعوقات في يمكن احنا شفناها لما الدكتور مصطفى مدبول اتكلم في الجوله، ان احنا طبعا يمكن القرى اللي في سعيد الشاب مش عاوز يتنقل في سوهاج الجديده. ويمكن دلوقتي الدوله وفرت وهيئه المجتمعات العمرانيه اتوبيسات لنقل الطلاب من سوهاج القديمه الى سوهاج الجديده، وبالفعل حتى وزاره التربيه والتعليم ابتدت برضك تخصص اتوبيسات وتخصص وسائل نقل بالاشتراك مع وزاره التخطيط لنقل الطلاب من سوهاج القديم وسوهاج الجديد. هي فلسفه ويمكن ثقافه انتشرت في الصعيد ان هو مش عاوز يمشي من القريه بتاعته الا في مصر او القاهره او كده. ولكن احنا بالتوازي، يعني احنا بنحارب كذا حاجه، او يعني الحرب دي حرب اقتصاديه مصر احترفت فيها، ويمكن دكتور مصطفى مدبولي ليه دور كبير جدا كوزير اسكان وكدوله رئيس الوزراء. احنا قدر ان هو طبعا دكتور تخطيط قدر يعمل هذه المدن بالتوازي، فيها جميع الاساليب الحياه من مدارس وجامعات. ويمكن هو بدا في سوهاج الجديده بموضوع الجامعات، لان الجامعات هي الجاذب الاول للاستقرار وجعل او جعل المدينه مدينه مستدامه. ويمكن الكلام ده احنا بيتطبق برضك في مدينه العالمين الجديده. احنا بدانا بالاكاديميه، بدانا بمدارس لوزان الفندقيه السياحيه، بدانا بالجامعات الاهليه هناك، وكل مدينه دلوقتي بتتعمل في مصر كلها بيبقى وسائل جذب المواطن ليها اهم ما يميز هذه المدن الجديده. احنا تجنبنا طبعا سلبيات انشاء المدن القديمه من عدم جذب. كنت لسه عايز اسال حضرتك، فكره استغلال الظهير الصحراوي لكل محافظه من المحافظات وانشاء مدن جديده يعني بجوار المدينه القديمه، فكرة إنشاء مدن جديدة وتكون صالحة للسكن وتكون جاذبة للمواطنين، إيه المعايير اللي تم إعدادها لتحقيق هذا الهدف؟ هو عشان حضرتك تخلق مدينة مستدامة لابد أن يتوفر فيها جميع عوامل الاستدامة. وجميع عوامل الاستدامة دي حضرتك اللي هي من سكن، مصنع، تعليم، مدرسة تعليم، مراكز صحية. وبالفعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما بتعملش مدينة إلا ما بتشكل في هذه الكينونة الجديدة جميع عوامل الاستدامة في هذه المدن. يعني حضرتك من أهم ما يميز المدن الاستدامة أن يوجد يعني يوجد فيها طبعا حضرتك جامعة ومدارس ومصنع. وبالفعل يعني احنا شفنا مدينة بدر طبعا متصلة بعدة مصانع وفيها جميع أنواع جذب. يمكن هذه المدينة يمكن ظلمت منذ أكثر من 10 سنوات لم يقترب منها أحد، ولكن تم تهذيبها وتم إيجاد عوامل جذب لهذه المدينة، وصلت إن هذه المدينة بأسعار هائلة يعني هائلة جدا. مدينة العالمين الجديدة اللي احنا بنعملها طبعا في جنوب البحر المتوسط أو شمال مصر، طبعا يمكن احنا تجنبنا جميع أخطاء التي تمت في إنشاء المدن على مستوى الجمهورية. حضرتك دلوقتي كان المدن بتتعمل أو المدن الجديدة كان بتعمل القاهرة حوالين القاهرة حوالين الجيزة. دلوقتي بالتوازي في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه طبعا بيتم هذا الموضوع. هي استراتيجيه خلخله المدن القديمه بمدن جديده، لان هو في استحاله حضرتك واحنا بنقول للشعب المصري كله في استحاله المعيشه في القاهره بعد 10 سنوات.
استحالة. حضرتك شايفة زحمة المرور لو ما بنيناش هذه المدن، من هو معترض على بناء القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العالمين الجديدة؟ أنا بقول له في استحالة للمعيشة في القاهرة وفي الجيزة وفي اسكندرية في العشر سنوات القادمة. طب سيادة النائب، يمكن وإحنا بنتحدث عن إنشاء المدن الجديدة، المشكلة اللي بتدفع الناس للهجرة من مدن الصعيد للقاهرة أو اسكندرية والجيزة هي البحث عن عمل. إنشاء المدن الجديدة ربما يوفر السكن، لكن ماذا عن العمل بالنسبة للمواطن اللي هو بينتقل من مكان لمكان بحثا عن وظيفة أو عن عمل؟ بص حضرتك، يعني احنا كنا من 4 أيام لجنة الإسكان بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير الأعمال هناك، وبالفعل احنا وجدنا أن هذه المدينة بتخطيط محترف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ابتدت تعمل منطقة زراعية جنوب المدينة، منطقة الشمال هذه المنطقة الزراعية منطقة صناعية كبيرة جدا ضخمة تجاوزت 15,000 فدان، ده جنوب العالمين. في منطقة سياحية 14 كيلو على البحر المتوسط، شفنا طبعا المدارس، شفنا الجامعات وهي من عوامل الجذب والعوامل الاستدامة، طبعا المصانع، حتى المصانع احنا ممكن بتتقسم، وهو بقول الشعب المصري كله بالترفيق بتاعها مش بمبالغ زاهده جدا بتوفرها هيئه المجتمعات العمرانيه جدا لا تتعدى 250 جنيه. فاحنا دلوقتي اما بنيجي نعمل مدينه، لا، المدينه دي بنحط فيها جميع انواع او عوامل الاستدامه لهذه المدينه. وانا اتوقع لهذه مثلا مدينه العالمين الجديده ان هي تبقى من اعظم المدن جنوب البحر المتوسط، ومدينه طبعا معموله على اعلى درجات الرقي في العالم، ويمكن ما فيش مدينه تضاهيها طبعا جنوب البحر المتوسط. طب سيادة النائب، احنا بنتحدث عن خريطة استثمارية، تم عمل خريطة استثمارية لمختلف المحافظات مراعاة لإمكانيات كل محافظة واحتياجات كل محافظة. إلى أي مدى كان نصيب الصعيد من هذه الخريطة الاستثمارية ما يؤهله إلى تحقيق فعلا التنمية المستدامة في الفترة القادمة؟ والله هو في عناية كبيرة جدا، والمادة 136، وفي أكثر من طبعا خطط استثماريه ودعم هذه الخطط الاستثماريه. طبعا احنا يعني انا كوكيل لجنه الاسكان والمرافق احنا وجدنا ان هناك طبعا بالنسبه للقرى لم يتم ادخال المرافق ليها من صرف الصحه ومياه نقيه، وبالفعل جميع التوجهات، حتى مش توجهات الدوله من الحكومه بس، لا، توجهات الجمعيات الاهليه وزاره التضامن، عملنا سكن كريم هناك او مشروع سكن كريم اشترك فيه اكثر من 25,000 مواطن استفاد منه. بنبتدي نوصل توصيلات لمياه نقية لصرف صحي ووصلات لصرف صحي. مصر، أنا بقول لحضرتك، أو مصر عامة قعدت أكتر من 100 سنة لا يغطي الصرف الصحي إلا 13% من مصر. حتى سنة كام ده؟ لحتى منذ 4 سنوات فقط قبل تولي الرئيس السيسي. وبالفعل كانت هناك، إحنا عرفنا طبعا، و كل يعني 13% من مساحة ما دي كارثة وصلتنا ان احنا انتشر عندنا امراض زي السرطان وزي الفشل الكلوي، وده يمكن احنا الدولة دلوقتي بتحل حل جذري. الدولة زي ما هي احنا بنبني دولة من جديد ومش بنرمم دولة، بالفعل هو في حل جذري دلوقتي. احنا وصلنا في خلال 4 سنوات ل 39% من مصر يغطيها الصرف الصحي. السنة دي احنا موافقين على 11 مليار جنيه لاستكمال مشاريع الصرف الصحي التي توقفت أكثر من 20 و30 سنة. ففي الصرف الصحي، إن مصر طبعا مكونة، مصر معروفة أنها مكونة من 4,300 قرية. النهاردة مصر مكونة من 32,000 قرية، لأن ال 4,000 قرية كل قرية عملت تابع ليها، إلى أن وصلنا إلى 32,000 قرية. فطبعا في جهد كبير بيبذل من جهة طبعا وزارة الإسكان لتوصيل المرافق وتوصيل وعمل محطات للمياه الصحية وتوصيلات للمياه النقية في الصعيد. وطبعا احنا اهتمينا بالصعيد لان الصعيد اهمل فعلا، وكان اهمال كارثي ادى الى حاجات كتيرة جدا وسلبيات كتيرة جدا، انتقال اهالي الصعيد من مناطقهم الى القاهرة، وعمل ده عمل ازدحام كبير كبير جدا. الدولة لابد ان كل محافظة تستغل امكانياتها ومواردها، وكل ما يعني الصعيد موارد ضخمة جدا جدا ولكن لم تستغل. وانا يمكن نشدت طبعا في الحركة الأخيرة للمحافظين، قلت لابد من ان كل محافظة تستغل امكانياتها ومواردها وشبابها في تنمية هذه المنطقة، ولابد ان احنا كل
إذا كانت في محافظة فيها يعني فيها قلة مثلا في الموارد، لابد إن الدولة تدعمها على قد ما تقدر، بحيث إن إحنا نبعد بقى عن المركزية. نعم. ويعني اللامركزية طبعا دي مشكلة كبيرة جدا جدا قابلتنا، ولكن في اهتمام كبير جدا للصعيد من جميع الجهات، مش من الحكومة بس، لا من الجمعيات الأهلية ومن العمل المجتمعي على أرض الواقع. يمكن في جولة رئيس الوزراء بالأمس في محافظة سوهاج كان هناك لقاء مع أحد المواطنين بيقدم شكوى في الخدمة الصحية إن عدد طواقم التمريض المتوفرة لتوفير الخدمة غير كافية، وطالب بحلول حقيقي جذرية للمشاكل الموجودة سيادة النائب، ويمكن بسرعة يعني بجدول زمني في حدود 48 ساعة عايز تقرير عن كذا، في حدود أسبوع عايز كذا، يعني دايما اللي مطلوب حلول سريعة وناجزة لمشكلات موجودة. فكرة عمل زيارات ميدانية لمناطق يمكن فيها أنشطة مختلفة، وحدة صحية، مدرسة، جامعة، مشروعات تنموية جديدة، فكرة المتابعة الميدانية على يعني من معالي رئيس الوزراء، حضرتك شايف الجهد ده المفروض يقوم بيه رئيس الوزراء ولا ده المفروض يقوم بيه المحافظ مثلا في محافظة؟ والله هو إصدار القرار سهل جدا، ولكن المتابعة للقرار هي الأهم. ويمكن معظم رؤساء الوزراء كانوا بيصدروا قرارات محترمة جدا، ولكن لا يتم المتابعة من خلال المحليات. وده اللي يمكن العائق الكبير جدا، ان احنا انتظرنا فترة كبيرة، ولكن هناك آليات جديدة دلوقتي، آليات جديدة للمحافظ، آليات جديدة لمعالي رئيس الوزراء. معالي رئيس الوزراء طبعا اما يعلن ان هو بيزور، ان شاء الله دي بداية سلسلة جولات في الصعيد. وانا اعلم فكر الدكتور مصطفى مبول جيدا، لان انا كنت قريب منه في لجنه الاسكان قوي، وعارف ان هو اما بيصر على حاجه بتنتهي، وكمان المواعيد زي ما حضرتك قلت. يعني انا ممكن اقول انا هحل الموضوع ده، لا، ولكن هناك دلوقتي في مجلس النواب وفي الحكومه هناك تحديد مواعيد. احنا ما بنطلب من وزير او محافظ حل مشكله معينه، بنطلب منه الاول تحديد ميعاد الانتهاء من هذه المشكله. وده اللي كان بينقصنا، ان احنا كنا بنعوم الاشياء وكنا بنستحي الأشياء يعني. النهاردة كان في قنا وزار معبد دندرة وطالب بوضع هذا المعبد على قائمة المزارات السياحية المصرية ويتم الترويج ليه بشكل كافي، وهو يمكن من المعابد الرائعة حقا. تنويع النشاط الاقتصادي بالنسبة للمحافظات، ويمكن محافظات الصعيد كلها معروف إن هي فيها إمكانيات سياحية عظيمة، ولكن ربما غير مستغلة بالشكل الكافي. فكرة هذه الإمكانيات وكيفية التسويق لها سيادة النائب، والاستفادة من إمكانيات كل محافظة وما بها من آثار لتحقيق طفرة اقتصادية ودخل بالنسبة للمحافظة. هو مصر عامة يعني مبنية على أكثر من مدينة وحضارة، فيعني من في الصعيد طبعا، يمكن احنا في سوهاج، في أبيدوس، في قنا، في معابد كتيره جدا زي دندره، في اسوان، في كله. احنا مصر لم تستغل الى الان موارد هذه الدوله في السياحه، لان احنا يمكن عاوزين اليات جديده بقى لنشر الثقافه ونشر اللي عندنا من مصر. يعني احنا لما نيجي، يعني انا كان من رايي ان احنا لما نيجي نفتح مثلا مقبره او كده، لابد ان يكون في دعايه ضخمه جدا واشتياق الاجانب لهذا الموضوع. يعني الموضوع ان احنا مش عاوزين نفتح مقبره او نكتشف اكتشاف اثري واحنا اللي عارفينه بس كمصريين، يمكن المصريين ما يعرفوهوش. احنا عاوزين نستغل الاعلام والاعلام بره، في عندما نقوم باستخراج اثار او نقوم بفتح مقابر، لابد ان العالم كله ينتظر هذا وفي تسليط الضوء، لان احنا بنقول للعالم كله اللي ما زارش مصر ما زارش بلد. ولكن بالفعل في تقصير جدا جدا من وزاره السياحه في الاعلام عن ما موارد مصر واثار مصر. لغايه النهارده احنا بنشتغل باليات ضعيفه جدا جدا في التسويق السياحي لمصر خارج مصر. احنا عموما بنامل باذن الله ان تشهد السنوات القليله القادمه طفره في الخدمات المقدمه للمواطنين وتنميه حقيقيه مستدامه على ارض الصعيد. انا بشكر حضرتك سياده النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب على وجود حضرتك معنا. شاكرين جدا يا فندم، شاكرين للساده المشاهدين. اشكر حضرتك.
الشكر موصول لكم مشاهدينا، غدا بإذن الله لقاء جديد وحلقة جديدة من القاهرة وفريق عمل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.